هشام مو في قناه الاهلي في الامارات بمونديال طبعا الانديه علشان تابع منه دلوقتي الاوجاء، ونرجع نكمل مره ثانيه مع كابتن امير. يا امير صباح الخير عليك ومبروك علينا، وامبارح كنا او اول امبارح كنا مع بعض برضو على الهوا وقلنا ان شاء الله يعني يبقى النصر حليف الاهلي، وانت طمنتنا واتكلمنا عن الروح المعنويه والاستعدادات، برضو عرفنا الاجواء بدايه من امبارح بعد الماتش كانت عامله ازاي لغايه اللحظه دي برضو كواليس. اتفضل يا امير. يعني فعلا يا هوندي يعني كان في حاله من التفاؤل زي ما اتكلمنا اول امبارح مع بعض، التفاؤل كان كبير جدا عند كل افراد البعثه، والحمد لله الحمد لله الفريق وفق وفاز في هذه المباراه وتاهل النصف النهائي. طبعا برحب بيكي في البدايه وبرحب بكريم وصديقي العزيز كابتن امير عبد الحميد نجم النادي الاهلي الكبير. يعني يوم جميل كان امبارح، وافراح كانت كتير جدا جدا، وكانت سعاده بالغه في الحقيقه، لان كان الظروف كلنا عارفينها، الظروف كانت صعبه، ان انت تقدر تتغلب على الظروف وتتخطى عقبه زي عقبه مونتيري المكتمل بكل لاعبيه وانت ناقص بتاع حوالي 13 لعيب، فده دي حاجه تعتبر اعجاز بدون مبالغه، لان كان الكل متوقع ان ممكن الاهلي يخسر واحد واثنين والناس راحت لابعد من كده كمان، لكن مش الاهلي اللي يحصل معاه كده. الاهلي عنده رجاله بروح عاليه جدا جدا، يقدروا ان هم يتخطوا اي صعاب، ويقدروا ان هم دايما زي ما عودونا يفرحوا جماهير ناديهم النادي الاهلي. لكن الاهم من كده يا نهاوند، النهارده طبعا مران استشفائي ابتدى بالظبط في تمام الساعه 12 الظهر بتوقيت ابو ظبي، وتدريبات كانت استشفائيه بالنسبه للمجموعه الاساسيه اللي لعبت مباراه امبارح، تدريبات كانت تسديد على المرمى من خلال كور متحركه للمجموعه الاخرى، وبعض التدريبات البدنيه خفيفه للناس اللي ما شاركتش في يعني مباراه امبارح. لكن في كل الاحوال في البدايه كمان كان في يعني ايه حوالين الدايره كده، دايره نص الملعب قرايه الفاتحه، الناس كلها البعثه كلها كابتن المهندس خالد مرتجي وكل افراد البعثه كانوا بيقروا فاتحه داخل يعني الملعب التدريبي الخاص بالنادي الاهلي، واكيد كان في جمل تحفيزيه لما هو قادم، وده الاهم. خلينا اقول بقى ان جزئيه مهمه جدا، ان خلاص ملف مباراه الامس اتقفل تماما، ملف مباراه الامس اتقفل تماما، والكل مركز في اللي جاي، المباراه اللي جايه مباراه بالميراس، واحنا متعودين في النادي الاهلي ان خلاص لما الصفحه تخلص بنفكر في اللي بعديها، الفرحه ما تستمرش غير يوم المباراه، تاني يوم على طول الكل بيركز في اللي جاي، وكل بيركز في دور نصف النهائي، وده امر مهم جدا. بالمناسبه النهارده كان في بعض يعني الاجهزه الخاصه، جهاز الجي بي اس الخاص اللي بيخلي يعني بيعمل قياسات لبعض اللاعبين خلال التدريبات، وده امر مهم جدا ايضا من ضمن طبعا التحضيرات الخاصه بالمرحله اللي جايه. يا نهاوند ويا كريم، ده كان امر مهم جدا. لو في اي استفسار انا معاكم اتفضلوا. يعني أنا كنت عايزة بس تنقل لنا الصورة، لكن زي ما أنت بتقول فعلا الصفحة بتغلق وبنركز في اللي جاي، بس أكيد